مفيش، كله محجوز، كله محجوز. قال حضرتك ايه؟ قال لك مفيش الا بعد العيد، بعد العيد بثلاث اربع ايام كمان. رغم ان حضرتك طلعت مصلحه. مع ذلك وقال لي مفيش. قال لي مفيش. نعم فهمني؟ نبي حماتي. مفيش خالص. مفيش ولا تذكره. قال لك بعد العيد، يعني كله من دلوقتي. ملاوي اللي هي في الاول اساسا ساعتين ولا ثلاث ساعات، مفيش اساسا. يعني ثلاث ساعات ملاوي مصلحيه مفيش في نفسك بعد اسبوع كمان. ما فيش مدة اسبوع قدام الجيم بعد العيد. اسهل حاجة عندهم ما فيش لأي حد. ما اعرفش ازاي ده. صحيح صوت كل شيء ما فيش ما فيش ما فيش وعندهم تذاكر. بصراحة يعني. والله ان لو مش عارفين اساسا. وهي مسافة بسيطة اساسا ثلاث ساعات. ثلاث ساعات ملاوي مش عارفين نجيب اساسا لنا تذكرة مصلحية اساسا. يعني احنا شغالين فيها ومش عارفين نجيب اساسا تذكرتين او ثلاثات. رئيس هيئة السكة الحديد يبذل مجهوده لراحة المواطنين عشان يعيدوا في محافظاتهم. وضع وزير النقل اللي هو المهندس محمد راشد المتيني أن ينزل ويفاجئ المحطة مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين، بحيث أن كان المهندس جلال السعيد وزير النقل السابق كان يفاجئ المحطة مرة واثنين وثلاثة وأربعة وعشرة. مش لاقيينه في عهد المهندس محمد راشد. اول اذن نشوفها. انا دي سادت مره هاجي انا ليش انا اروح اشتريها من السوق من 100 جنيه. ده مين؟ عشان واحد قريب هنا وكل من الناس اللي بتحجز هنا. الناس بتاخد اساسا دساكر هو غصب عنهم. هم اربع دساكر، الناس بتاخد دساكر اساسا وبياخدوهم هم يبيعوهم بره، لكن هنا في الشباك ما حدش ليه دعوه باي حاجه في الشباك. صراحه قال هم هنا بياخدوا واحد بيجيب ابنه ويجيب الثاني وبيبيعوها في السوق السوداء. لكن هنا بالنسبة للشباك، الشباك بيدي أساسا دساكر أربع دساكر، هيعمل أكتر من اللي هو بيعمله. الكل ده ما بلاحظش حد بيتعب مع المواطنين عشان يركبهم ويركبوا غير جهاز الشرطة. جهاز الشرطة هو بيبذل كل مجهوده عشان راحة المواطنين، من أصغر عسكري لأعلى رتبة في شرطة المواصلات. يقوموا بواجبهم مؤذن، وعشان كده بقول لهم كل سنه وانتم طيبين وعيد بخيت عليكم وعلى مصر الحبيبه. المشكله ان احنا دايما في المناسبات والاعياد كل سنه وانتم طيبين بيبقى في ضغط على تذاكر وضغط من الجمهور. طبعا الناس كلها عايزه تسافر تعايد مع اهلها. طبعا كل سنه وانتم طيبين، بس حجم التذاكر اللي احنا بننزلها والزيادات والاضافات اللي بننزلها ما بتكفيش اعداد الناس. والحمد لله دي حاجه يعني بتقول ان السكه الحديد وسيله انتقال الناس بتحبها يعني. بس طبعا ان احنا نقدر نلبي كل الطلبات ده شيء صعب علينا يعني. تمام. ايه تفسير حضرتك بالنسبه للصرف اربع تذاكر على بطاقه شخصيه لكل مواطن؟ المواطنين تحت انكروا ده، او مش انكروا، هم صرحوا ان ده مش بيحصل بامانه، ما بيحصلش خالص، لدرجه ان في موظفين من الهيئه صوروا معانا وقالوا ان ما فيش امكانيه حتى لينا لاخذ التذاكر. بالظبط. وفي مفتش مفتش موجود على كل صراف تذاكر بيراقب عمليه الصرف وقاعد بيسجل عمليه الصرف ماشيه ازاي.